يابا كتيب خمسة يابا هاي كما مرة عمال نحرقها من قلب الكتيبة خلين يشتغلوا مظبوط جمعيات هدول مصاري الوطن جمعيات اللي بحطوهم مش اللون جمعيات عرصات هذا الزمن جمعيات لك عرصات جمعيات هدول مصاري الوطن جمعيات اللي بحطوهم مش اللون جمعيات عرصات هذا الزمن جمعيات لكن الناس عم بتقول حتى المرة عنا جمعيات لحرامية اخواتي مورا ظهري عبي هربوا مصرياتي عبنادي بالصمود سكي مورا ظهري عبي امرني بالسكوت فتش عن النجدة مستودعات خردة نشاطات صيفية مساعدات الاجنبية شياطين البشرية عندن روضات للطفولة مجبورة تبعت ولادك يا امشي بدك تقولي ما فلسطيني القضية والفتوة كانت اهداف غربان على الاهداف مرتونات بالالاف مصاري ومساعدات بس ما حدا شاف مايك جون جيب استقطاب اجنبي نشاطات قدام عينيهن مرة تاني مصاري عبد النزف ما فلسطيني هي القضية جنى اللي جنى ليطلع وطننا عاري 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 جمعيات هدول مصاري الوطن جمعيات اللي بحطوهم بشلوهم جمعيات عرصات هذا الزمن جمعيات ولكن الناس عم بتقول جمعيات هدول مصاري الوطن جمعيات وحطوهم بشلوهم جمعيات عرصات لدى الزمن جمعيات ولكن الناس عم بتقول كيف بدك تصنع جمعيتك لتعيشك بهالحياة قراءة حقوق الإنسان وحفظ شوية مفردات تقييم الأوضاع التعيسة وذكر للأسباب ارمي لنفسك أمام الدفيع ونشط الاتصالات اقبل العرض بلا ما تقرأها للأهداف اقتل إنسانيتك اقتل ضميرك تكسب طمع مساعدات بتخذنا متطوعين والخطوة السادسة الاستقطاب للدلالات مثل دائما أنك اجتماعي واحضر الندوات فول أجانب جمعيتك مثل ما بفولوها بالبنزين السيارات فرح العمالة واستشهاد القضية وكل القناعات جمعيات هدول مصاري الوطن جمعيات اللي بحطوهم بشلوهم جمعيات عرصات هذا الزمن جمعيات ولكن الناس عم بتقول جمعيات هدول مصاري الوطن جمعيات اللي بحطوهم بشلوهم جمعيات عرصات هذا الزمن جمعيات ولكن الناس عم بتموت كلمات ومؤتمرات ومصاري كل يوم عم تنفت ورش عمل بلكي بكره برجعوا الامل مين سال غير هذا الاجنبي اللي عمال بيصور امنا من حرامي لحرامي من حي قطع الروس مع مصاري كتير بفتوها على اولادهم فاتحين دكاكين كلها على حسابهم من حي الاتحاد الاوروبي بنشكر لجمعهم مصاري مخدرات كل يوم تنصرف على جمعياتنا بعتولنا حراميه وهيك من الاساس حسموها للي باعوا القضيه فجأة بتحس حالك اهبل بقومة نصابين عم يشحدوا عليك وانت ابدا مش جريان انت انسان عادي مثل كل هالناس اللي بيموتوا ضحية ولا ابدا شو بيفهموا ضحية الشباب بدهم يكملوا علمهم ضحية قدام ناس ابدا ما بيهتموا ولا رح يهتموا ضحية لك اه ضحية جمعيات هدول مصاري الوطن جمعيات اللي بحطوهم بشلوهم جمعيات عرصات هذا الزمن جمعيات ولكن الناس عم بتموت جمعيات هدول مصاري الوطن جمعيات اللي بحطوهم بشلوهم جمعيات عرصات هذا الزمن جمعيات ولكن الناس عم بتموت بكفي عالناس كذب بكفي نصب بتسمع في مساعدات بتروح بتدق البواب مش بقصد انت جيت مأخر انت تأخرت بس امبارح عرفت جيت ركيد عاساس في مساعدات اكيد بس الشي الحزين لما تعرف انه انت الوحيد اللي مش فاهم شي كل الناس فهماني بس الناس جوعاني اي قبل بمرة قلت فش مصاري والشي اللي اكتر حزن لما تلعب على جوع العالم اللي مش طالع بايدها تساوي اي شي
وأنا بحب أشكر نرجية العرب على الصداقة الوثيقة بناتنا ودعمنا بالمال لأن ما أحلتنا التي لا يوفى لها والتوعية على عدم سرقة شمس من الشموس اللي عم بتنور طريقنا بالنور وتقويف تقويف 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 توقيف العنف والتكثيف من الحركة الاجتماعية لمساعدة أجيال أفضل بنبع من المحبة وأنا بدي إياك تكون شاهد عيان على هالجمعة الحلوة يعني